عندنا محطة جديدة في الشروق مرت من هنا. نحن الآن في مدينة الريحانة الكبيرة. بنرحب بالشباب هنا ودول كلهم أهل المنطقة وبنزالهم. معانا الأخ منو؟ طيب بنزال عليك السؤال بتاعنا اللي هو شنو الفرق شنو بين الريحانة الكبيرة والصغيرة؟ الكنارات بس. الكنارات. دي جابتك النهاية؟ في خيارات؟ ما في خيارات. ما أتعرف عليك؟ عبد الله حسن عيسى. حسن عيسى؟ عيسى وطيب وقارك شنو؟ وخالتي. طيب نحن بنزال ما هو الفرق بين الريحانة الكبيرة والريحانة الصغيرة؟ ما أفتكر إنه الريحانة الكبيرة فيها كهرباء والصغيرة هي كهرباء للسماء والأرض. عادي تمام كهرباء. أها نتلقى بالآخر. طارق محمد إبراهيم. تقرأ وين يا طارق؟ أنا بقرأ في مدرسة الريحانة. الناس الريحانة هنا اللي أيوة أنا من المنطقة ومن قديم الزمان نحن ساكنين في الريحانة. طيب الفرق بيناتي شنو كبير؟ والله أفتكر الفرق بين الريحانة الصغيرة والريحانة الكبيرة أهل المنطقة يختلفوا في شيء معين كده من الريحانة الكبيرة. صفقونا يا جماعة زادة متفلسف. صفقونا يا جماعة من المرأة ده بين المصغفية تقريد الجامعة كده الخرطوم. خرطوم قبل كده؟ ايوه ساكن في الخرطوم فتره وقريت الجامعه هناك والحمد لله سنه يعني. شايف معاكم هنود كده وبتاع جايين والله ديل ديل معانا من وين انت؟ من الخير عمل طاير. انت من وين؟ من هنا. كبيره ولا صغيره؟ والله كان كبيره كان صغيره كلها واحد. مالين هنا الفرق بيناتهم شنو؟ الفرق بيناتهم؟ نودي قاعد قبلي دي. كيف جات قبل ولدوها قبالة يعني؟ قبل الصغير. قبل الصغير. كده ناخدها كإجابة. ناخدها كإجابة ونجيك. ناخدها. اها نعرف عليك. ها؟ انت من ضحكتك دي ما عليك عارف الإجابة. انا حسن باسطة. اها الفرق بين الكبير والصغير شنو؟ الكبيرة ودي صغيرة. كيفين يعني عادي مساحة الكبيرة ودي صغيرة يعني؟ الكبيرة ودي صغيرة. اها بمناسبة الكبيرة والصغيرة دي انا اديكم نقطة. كده خليها النقطة دي. شايف معاكم مجاني انتوا بتجيبوا قوة عاملة عارف عليك؟ لا لا ما بعرف حاجة. ما تعرف حاجة؟ انت ما تعرف ريحانة؟ لا لا ما نهائي. لا كبير لا صغير؟ لا لا ولا لا سمول ولا بيج. انت طيب جيت هنا ممنوع؟ انا جاي بالطيارة. جيت بالطيارة هنا؟ هو في مطار هنا؟ اي في مطار هنا في زلط. في زلط في مطار؟ والله في زنك في زلط. طيب معانا الاخ طبعا عليك زول كده كبير يعني في المنطقه وعارف الحاجات كلها. الاخ منو؟ هذا الاخ احمد محمد احمد سعيد المهندس. اها ورينا الفرق بين الكبير والصغير. كبيره ولا كويس كيف؟ لا 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 دي كبيره دي وجه سير تلويسكي هنا في البلد كبيره. خلاص ناخذك كإجابة. الزود ده شايف شكله كده ما تغدى في العزومه دي. الزود ده زعلان كده. معانا منو؟ العزومه. العزومه. يا الله العوض. انت من وين يا الله؟ من الريحانه دي. الكبيره ولا الصغيره؟ من الكبيره. والفرق شنو يا ناتي؟ الله انا راعيون. طيب يا جماعه نحن بنشوف انه الفرق الفرق بين الكبيره والصغيره. الاجابه الصحيحه الاولى الاخ عباس. الاخ عباس صفقة لعباس يا جماعة. نشوف ايش يستلم الجايزة. عباس يا جماعة. ونحن وكسب معانا. كسب معانا جايزة. محمد خير. انت محمد خير ولا عباس؟ محمد خير. صفقة لحمد خير يا جماعة. صفقة لحمد خير يا جماعة. كسب معانا والجايزة مقدمة من قناة الشروق. في واحد من اهالي المنطقة جاء ممكن تزعله برضه. ترافي. من الدبابة. الجائزة مقدمة عبارة عن شنو؟ عبارة عن موبايل. الجائزة عبارة عن موبايل ريبيكا مقدم من العريس بكري ياسين. اتفضل يا الطريفي ولا اسمك منو؟ ايش الذاكرة؟ ذاكرة شنو؟ طب زحلوا التليفون مع الأقمار الصناعية طوالي. بلوتوث؟ خلاص خلاص.